وحلت واحد الغرفة ودخلت وتبعتها وانا متصدم. غرفة تدير خمسة من داري اللي كنت ساكنة فيها، وهي تقول عزيزة هذا بيتك لالا، إلا احتاجتي أي حاجة يكفي تبركي على هذا الزر. وشيرات لواحد الزر حتى الباب، وأنا غدا نجي لعندك. خليت ليك الراحة. خرجت هاد البنت وبقيت بوحدي في الغرفة، كانت منورة بواحد الطريقة كتبعت الفرح والسرور في القلب. ولكن أنا الدنيا ظلامت في وجهي، ومشيت لواحد جوج بيبان تما حليتهم، واحد كان حمام والتاني خزانة. ومشيت للبالكون وتفاجأت، كان كيطل من جهة على البحر ومن جهة الأخرى على المسبح والحدائق. وتنهدت تنهيدة حسرة وندم، إيش داني؟ ولكن أشنو كان بإمكاني ندير؟ أعتقد جوج الرواح وفي المقابل قتلت راسي، وأي حاجة زوينة كانت في الليل داخل. وجلست في هذاك البالكون كنشوف في البحر، ما حسيتش بالوقت وأنا تما حتى سمعت الباب تحل ودخلت منه عزيزة. وراها واحد العيبة بحال هذيك اللي كيكونوا دايرين فيها الحوايج في عرض الأزياء، وعامرة بالحوايج. حلت البلاكار وبدات كتستفهم، وقلت ليها اش كديري؟ قالت كنرتب حوايجك مدام. قلت ليها هادو ماشي حوايجي. قالت عزيزة انا غا كنفذ الاوامر لالا، ورجعت كتحط فيهم حس باطني، وانا نشد هادوك الحوايج ولحتهم على الارض وغوت عليها. واش ما كتسمعيش؟ قلت ليك ماشي حوايجي، خرجي برا. قالت لي ولكن، ويلا بغت تنطق وانا نقول خرجي برا بعدو مني، اشنو باغين خرجي. قالت صافي يا لالا انا خارجة غات هدني. وخرجت عزيزة وانا جلست على الناموسية منهارة بالبكاء، ما بغيتش يسيروني. كتحسسني كل مرة باللي كان بيع ليها سلعة وكتجازيني على هاد الشي. ما بغيت والو من هاد الدنيا، ما بغيت والو والو. وبقيت مدة خمسة دقائق قبل ما يتحل الباب ويتزدح. هزيت عيني وكانت سوسن جاية باتجاهي، والشر كيطاير من عينيها وهي تقول بغضب اشنو هاد الشي اللي سمعته؟ واش ما كتفهميش؟ قلت اهلا لا كنفهم، وانا جيت لهنا نعطيك داكشي اللي بغيت مقابل الفلوس اللي عطيتيني، وها انا وفيت وما بغيت حتى حاجه اخرى منك. دارت ابتسامه استهزاء وقالت غبيه، واش كتظني مثاليه باش نفكر في وحده بحالك؟ ولكن بزز مني، واش انا راجلي اللي طول عمره عايش في الرفاهيه والاناقه غيشوف فيك في وحده بحالك؟ انا ضروري نخليه يقرب منك، ولكن بحالتك هادي مستحيل يفكر حتى يشوف فيك. قلت ليها امدا، ياك بغيتيني نولد ليك ولد لاش هاد الشي؟ وهي تقول مكلخه، وهاد الدري غينزل عليك من السما الا ما قرب ليكش انس، منين غتجيبيه؟ دابا انا ليش جالسه كنعطي ونجيب معاك في الهضره؟ ما تحاوليش تستفزيني، راكي عارفه شنو نقدر ندير معاك. واخر مره نسمعك عارضتي ولا رفضتي شي حاجه من عند عزيزه، وهذا تحذير وتهديد في نفس الوقت، وانتي فهميها كيف ما بغيتي. خرجت وعاود زدحات الباب كيف ما دارت في الاول. شويه دخلت عزيزه وهاد المره ما عارضتش، بدات كتقاد في الحوايج وانا ما قدرتش حتى ندوي بقوه الصدمه. لهاد الدرجة وصلت راسي؟ اشنو كنتي متوقعة زهرة؟ انتي جيتي لهنا عاهرة في الحلال، مصطلح زوين، وانا ماشي بعت غلحم فوق منه طرف مني غدا نعطيه. وفيقني من هاد السبات العميق صوت عزيزة، كانت هزة بينوار وفوطة وقالت مدام تفضلي راه الحمام واجد. بلا ما نجادلها تبعتها للحمام. دوشت بلا نفس، خرجنا ورجعت لنفس الوضعية، جلست وهي مشات كتجبد في الحوايج، ما عرفت شنو جبدات لي، غالبستو صافي، وحلات لي شعري وبدات كتنشفو، ومع طويل عدبها وجمعاتو لي بوندو، وقربات دير لي المكياج،
وانا ننقذ. قلت ليها وياكي تفكري، راه ما كان حملوش، راه وخط نطابق السما مع الارض، وما تجيش غير سوسن اللي بغيتيه يجي. ما غاديش نديرو، خليتك درتي اللي بغيتي، اشنو باقي يا خور؟ ابتسمت عزيزة وقالت غير بارفان، اصلا انتي زوينة بلا ماكياج. ما درت حتى ردت فعل، ومدات لي صباط بلا ولبستو، وطلبت مني نتبعها. تبعتها وحنا دايزين طاحت عيني على المراية، وقفت واندهشت، شكون هادي اللي هنا؟ واش انا؟ مستحيل. غات هلا فراسك بشوية دلباس جديد كتبدل. وحلات عزيزة الباب وتبعتها. اهبطنا ودزنا لواحد القاعة فيها طاولة كبيرة كان فيها سوسن وأنس اللي كانوا كياكلوا. غا شافوني وتصدموا، او لا نقول أنس اللي تصدم، اما سوسن فنظراتها كلها كانت شر وغيرة. قربت منهم ووراتني عزيزة في النجلس. جلست مقابلة مع أنس اللي كان كيشوف فيا، وحطات لي عزيزة من ناكل ومشات. وحسيت بسوسن تقرصات، خصوصا ملي شافت نظرات أنس لي. هنا ما تسوقتش، همي هو نعمر كرشي، كنت غدا نموت بالجوع، من البارح ما كليت. وجلست كناكل حتى وقفت لي وبديت كنكح، ومد لي أنس كاس الماء وقال هاكي غاب شوية عليك. قلت له بصوت خافت شكرا، وهي تقول سوسن شيغي غنمشي نشوف ماما في الاخر السيمانة، وهو يقول سيري غادا تكون توحشاتك. قالت داكشي، وبانت لي عزيزة ووقفت وبديت غادا، وهو يوقفني صوته وهو يقول علاش نطي ياك ما قنطي. قلت له لا بغيت نقول لا غير عيانة وبغيت نرتاح. ابتسم وقال مازال فيك هاد القاعدة. قال هاد الكلمات ودار ايديه في الجيب وخرج، وخلاني مني لمراتو، وطرت دغية عند عزيزة. هربت من نظرات سوسن النارية، وطلعنا لبيتي وجبدت لي بيجامة ولبستها وتخشيت في الفراش. يلا غنعس، وبدات جايبة لي واحد الصينية فيها كاس دلما وشيكينات. قلت اشنو هادو؟ قالت عزيزة شي دوا خرجاتهم ليك الطبيبة. قلت ليها اشنو ديال هاج؟ قالت غاباش يتقادو ليك الهرمونات، يلا شربي. قلت لا انا ما مريضاش، وهي تقول عافاكي شربي، ما خاصني مشاكل مع مدام سوسن، خصوصا فاش كتكون مع السي انس. قلت راها معاه دابا، وهي تقول عزيزة راها معاه. كتمت الغصة في قلبي وشربت داك الدواء وموكلة امري لله، وخرجات عزيزة وانا تكيت نعس، ولكن ما بغاش يجيني النعس. ديك الكلمة ديال سوسن مع انس ضراتني، راه عادي تكون معاه راه راجلها، ويكون معايا حتى انا راه راجلي. وبلا ما نشعر نزلوا دموعي، كنكذب على راسي، انا هي ديك القضيه ديال كذب كذبه وطيقها. دابا انا في حياته غا صفقه، وهكا كيشوفني غا جايه ندير خدمه وغنمشي. ما عرفتش شحال الوقت داز ونعست، وهكا دازت سيمانه وقتلني فيها الملل. هاد القصر كله رسميات، كل شي بالوقت، ووليت وقتي كامل كندوزو غا في البالكون. علاقتي بأنس ما تطوراتش وما تجاوزاتش حدود تبادل النظرات، وهاد الشي في حضور سوسن. الصراحة كنشوف الحب في عينيه ليها، كيفاش كيتعامل معها وكيفاش كيتكلم معها، كل شي باين. اليوم درت روتيناتي وجلست كنساين في عزيزة كيف ما العادة، ولكن ما جاتش، جات في بلاصتها سوسن. دخلت وجلست حدايا وهي تقول اليوم غنمشي لعند ماما، ماشي حيت توحشتها، تقريبا رانا دايما كنشوفها، انما باش نعطيكم فرصه باش تقربوا من بعضياتكم، حيت كيف ما لاحظتي انس ما كيشوف حتى وحده في حضوري.
والطبيبة أكدت لي باللي راكي في فترة الإباضة، يعني يقدر يوقع حمل. ووقفات وقالت كوني ذكية، أناس كيبقى غراجي، ونتمنى فاش نرجع نلقى خبار زوينة كتسناني. خرجت من بعد ما زلزلتني بكلامها، جات تفكرني باللي ما جابتنيش غير الماكلة والكلاس، عندي خدمة وخاصني نديرها. بديت كنبكي، كل ما كيدوز الوقت وانا كنزيد نتأزم، ما بغيتش ندير هادشي، ما بغيتش. وجلست في البالكون ولمحت سوسن خارجة هي وأهل، وصلها لطوموبيلتها وباستو في فمه، وفيش شفتهم تعصبت، ما عرفتش علاش، وزادت عنقاته وهي كتشوف فيا، كرهتها كرهتها وزدت كرهتها. هاد المرأة بالضبط من نهار شفتها ما شفت الربح، كتفكرني غير في المآسي ديالي. وركبت الطوموبيل ومشات، وانا صدار وطلع عينه لجهة البالكون، وقبل ما يشوفني كنشوف فيه دورت عيني وبقيت مراقبه غير بنص عين. هو بقى كيشوف فيا مدة ودخل، مصاب كون كان في الخدمة، الوجود ديالو كيوترني. وجلست في بيتي نهار كامل حتى لقيت الغدا، وجات عندي عزيزة وقلت ليها الله يا عزيزة تعطلت، فين الماكلة، في الجوع بزاف. قالت راها لتحت، يلا تهودي باش تاكلي. قلت ليها وعلاش ما جبتيهاش لهنا؟ قالت اليوم مغاير، الغدا في الجردة مع السي أنس. قلت ليها اشنو؟ لا ما بغيتش. وهي تقول راسي أنس بإيدو هو اللي طلب مني نجي نعيط لك، يلا اجي بعدا بدلي عليك. قلت لا ما بغيتش، عاجباني كسوتي، وكنت لابسه كسوه في الكحل لاصقه عليا مع صنداله عاليه وشعري غا مطلوق على راحته. وانا نقول وزيدون انا ما هابطاش. هي تقول عزيزه ما نصحكش تعارضي اوامر سي انس، خلعتني ونط بلهله يطريه ليا وهبط. ووصلتني لباب الجردة ومشات وخلاتني، شجعت ومشيت لجهته وكان الهوى وهو كيشوف فيا. قربت منه فين كان جالس وهو يقول تعطلتي بردات الماكلة. قلت له اسمح لي، وجلست كناكل وانا متوتر وهو حاضني، لدرجة تلف ليا كيفاش نمضر. ما زاليت غاب 66 كشيفة وتسنيت تجي عزيزة، ولكن ما جاتش. ويلي واش هو باغي نبقى الراس في الراس معاه؟ يا ربي ايش هادش. أنس لاحظ التوتر ديالي وقال مالكي ما مرتاحاش؟ هزيت عيني فيه وقلت له لا مرتاحة. وهو يقول خدي راحتك قبل ما تبقاي مزيرة راسك. قلت له اه واخا. قال ايوا عاودي ليا كنتي كتقراي؟ قلت له اه يلا بديت في لافاك. هدرنا شوية ومن بعد سكت، وبقيت حادرة عينين حيت كنت متأكدة باللي عينين أنس كياكلون. غاد دخلت وسديت الباب وبقيت شادة على قلبي اللي كان كيدق بزاف، وتوضيت وصليت ومشيت لبلاستي في البالكون. حتى ظلام الحال، ولكن شكون خلاك؟ رجعت وجات عندي عزيزة وقالت لي سي أنس باغيك. ولصقة هذا أهبطت هاد المرة، وكان جالس جهة المسبح، مشيت لعنده وجلست حداه وقال واش كون ما كرسلش موراك ما تجيش؟ قلت له اه غا كنكون في البيت وصافي. وهو يقول يلا تعشي باش نديك تشوفي واحد البلاصة. قلت له واخا. بقينا ساكتين طول فترة الأكل حتى سالينا، وقف أناس وقال يلا. قلت له واخا وتبعته، وتمشينا في الجردة شوية وحنا نوصلوا لواحد الباب مدرق تما حلو، ودخل دخلت موراه وسد الباب. كانت غرفة فيها كنابي ومكتب وثلاجة، صراحة زوين ويقدر الواحد يسكن فيه. دخلنا وأناس مشى جهة البيرو، بعد ما طلم مني نجلس على الكنابي وتم راجع وهاز واحد الجيتار في يده، جلس حدايا وقال واش كتعرفي يا زهرة، راه قلال الناس اللي جاو لهنا،
هذه هي بلاصتي السرية وفيها كان القراص. قلت له اه زوينة. قال وفي راسك راه كنضرب على الجيتار، تبغي تسمعي؟ قلت له اه، وبدا كيضرب. الصراحة كان محترف، سالة وبقى كيشوف فيا وعينيه مفيكسين على عيني، وحتى انا تبنجت وما قدرت ندير والو. كنشوف فيه كيقرب مني ولكن ما تحركتش، يمكن حيت عارفه هادشي عاجلا ام اجلا غادي يوقع، وهادشي علاش جايبيني. قرب مني حتى وليت كنحس بانفاسه، قبل ما نحس بشفايفه كيلامسو شفايفي. استسلمت له كليا وسلمتو راسي. في هذيك اللحظات بالضبط كنت باغي غنتفك، ولكن فاش حسيت بشي حاجه اخترقتني دموعي بداو كينزلوا بوحديتهم. انس كان مغيب، ما واعيش بالدنيا، ما داش بزاف د الوقت وحل عيني وشاف فيا ولقاني كنبكي. تكهرب وجهه وتقلبوا ملامحه وناض من فوقي ولبس حوايجه ومشى للبيرو وهز ايدو وزدحها عليه. خلعني وحتى انا نط من بلاستي ولويت عليا واحد ليزار كانت لنا. وقفت وانا صدار شافية وعيني حمرين، واتجه لجهتي وانا غامزت في البكا وبديت كنرجع باللور حتى وصلت للحيط. وصلت للحيط وجمع بونيا وانا قلت غادي يعطيها ليا الكمارة، ولكن ضربها في الحيط وغوت عليا حتى تقبلية طبل ودني وقال برا خرجي برا. وما كفاهش هادشي، شدني من ايدي وجرني لحني لبرا وازدح الباب في وجهي. جلست في الارض كنبكي، جروحي كتار، علاش ربي؟ وبقيت كنبكي، اشنو درت له؟ اشنو بغاو مني؟ كيف ما درت معاهم وحلا؟ هاد الناس مراد، كل واحد كيف داير. ورجعت لبيتي اللي انا فيه ودخلت للدوش كنبكي ونعاود، علاش تعامل معايا هكا؟ ياك اللي بغاوه مني درتو، علاش حتى حاجه ما مقاده؟ علاش؟ خرجت كلي منهار وتلاحيت في الفراش ونعست وما فقت الا على خبطه في الباب. بركان ومتوجه ليا، نط مخلوعه كنشوف شنو هادشي. كانت سوسن وباين عليها معصبة، قربت مني وصرفقاتني وأنا مازال مضوخة بالنعاس. عمرو عيني بالدموع وشفت فيها وهي تقول الكلبة خليتك غانهار مع أنس، قلبتي لي كل شي، أشنو درتي ليه باش يسد على راسه في الجردة؟ قلت ليها والله ما درت له شي حاجة، بالعكس أي حاجة سايرتو فيها. وشدتني من شعري وهي تقول ايوا قولي مالو هكا. قلت ليها طلقيني يا مدام، راكي كتضريني، والله ما درت له شي حاجه. ومازال كنترجع فيها وتحل الباب ودخل انس وقال سوسن. دارت بالزربه وشافته وطارت وتلاحت عليه عنقاته وهي تقول انس. بدلها العناق وعينيه كيشوفوا فيا، وانا كنت كنمسح في عيني وكنقاد في شعري. قال ليها سوسن اشنو كنتي كديري؟ طلقات منه ورجعت كتشوف فيا بكره وقالت كنت كنشوف هاد المصيبه، ما عرفت شنو دارت لي. قال ليها يلا اجي معايا، وجرها من ايديها وخلاني انا انفجرت بالبكاء. ما عرفت شنو ندير مع هاد الناس، كل شي خربقوه ليا في حياتي. وتفكرت اليوم كندوي مع عمي رقيه، لبست حوايجي وهزيت ساك صغير في التليفون وصوارت داري وخرجت بالسليطة. ما كان فيا اللي شوف شي واحد، ومن ظهري ما تلاقيت حتى واحد. وخرجت وبقيت غادة مدة عاد بنت ليا تاكسي، شيرت له وطلعت وداني الوصل المتينة ونزلت. مشيت لواحد الجردة وجلست ودوست نمرة الدوار. ماشي مدة طويلة وهدرت معايا مرقية، قالت الو بنتي لاباس. شديت فراسي باش ما نبكيش وقلت ليها الو امي رقيه لاباس عليك الحمد لله وانتي؟ قالت الحمد لله بنتي توحشتك. انا ما بقيتش قادره نتحكم فراسي وانفجرت بالبكاء وتحججت باللي غتوحشتها
وساليت هضرتي وزدت في البكا. بقيت كنبكي بوحدي في الجردة ونط مشيت لداري. كنت باغية غير نبعد عليهم، ولكن شكون خلاك؟ وصلت لبيتي ما عليا ما بيا، غا حليت الباب وانا نتصدم بأنس تما. غا شافني ناض جاي لجهتي وباين معصب، المد خواليا في ركابي، شدني ولصقني مع الحيط وكيهضر من تحت سنانه. قال فين كنتي ومع من تشاورتي باش تخرجي؟ قلت له راه خرجت نبدل الجو وصافي، تخنقت في ديك البلاصه. قال ما من حقكش ديري حتى حاجه بلا اذني، وابتسم واحد الابتسامه استهزاء. قال اللي كنعرف انا شاريك بالفلوس حاليا، ما حدك ما درتي داكشي اللي جيتي على قبله، انتي عبده ديالي. صدماتني هضرته اللي بها قتل اي حاجه زوينه كنت كونتها عليه، وسهيت ما حسيت براسي الا وهو زاد حنيه في الطوموبيل ومكسيري بسرعه، اللي خلاتني تكمشت في الكرسي. كنت كنبكي بلا حس، ومن بعد بديت كنصدر انين، ولكن والو غما زاد في السرعه. ما حبش حتى الفيلا، وعاود شدني من ايدي وطلعني في الدروج. شفت في سوسن تما بعينين مدمعين باش تعتقني، حيت انس كان معصب بزاف، ولكن ما دارت حتى ردت فعل. ابتسمت ابتسامه خبيثه وطلع جارني في الدروج حتى وصلني لبيتي ودخل وسد الباب. شدني من ايدي ولحني جيت على الناموسيه، وهو مشى للبالكون وتكمشت خايفه منه. جمعت رجلي عندي وخشيت راسي فيهم كنبكي. ابقى مده وهو يبدا داخل عندي وعيني حمرين، قرب مني وشدني من كتافي بالجهد حتى ضرني. قلت له هيك تضرني حشوم عليك؟ قال كنت كنظن باللي غتكوني مبدلة عليهم ساعة طلعتي. وضحك ضحكة استهزاء وقال في كل الأحوال انتي كديري خدمة وغتخلصي عليها، ولا نقول تخلصتي عليها وخاصك تكمليها. جلس حدايا وكيقيس لي في الشعر اللي طاح كامل على وجهي. قلبي بدا كيضرب بالجهد، كنحس بانفاس وجهه ودني. قلت له اش كديه؟ قال راكي مخلصه مسبقا، اولا بغيتي كتر؟ مهمتك تولدي ليا واريد وهانا كنعاونك. قال هاد الكلمات وكمل شغاله، وانا كنت كيف الجمال، خليته يدير ما بغى، عنده الحق، شكون غيعطيني قيمه الى انا راسي ما عطيتهاش لراسي؟ ولكن كنت مجبوره. وسال انس من تفريغ رغبته فيا وناض خرج، جريت لي دار ليا ولفيته عليا، وبقيت كنبكي بلاصه الدموع دم. صافي تهديت كل شي ضدي، وحتى من انس اللي وهبت قلبي طلع ديب كيستغل فرائس ضعاف. كنضحك على راسي، أناس أنا اللي رخصت له راسي. لويت عليا ليزار ودخلت للدوش وسديت عليا، وتقابلت مع المرايا كنشوف أجزاء من جسمي اللي لمسهم أناس. كنزيد نقرف من راسي والدنيا كتكحال في عيني. سمعت الدقان في الباب وما جاوبتش، ما بقيتش قادرة نستحمل ومشيت للرشاشة وطلقتها. كنغسل في لحمي بطريقة جنونية، وعاود سمعت الدقان في الباب وما ديتهاش فيه. كملت وتلويت في بينوار، وتقابلت عاود تاني مع المرايا وهزيت مخلصتي من العذاب واحد الطرف منها. صافي ما بقاتش عندي القدرة نزيد نستحمل، وحطيت الجاجة على شرياني. يلا بديت كنقطع فيه وتحل الباب، ولمحت وجه عزيزة مفزوعة، ولكن واحد التصرفيقة جاتني من شخص مجهول. كانت بنت كتشبه بزاف الأنس. صافي وفقدت الوعي، بديت كنحل عيني بتتاقل، كل شي فيا كيضرني. كان الصباح طالع، هزيت ايدي نقيس راسي كيضرني بزاف، وتفاجأت بفاصمة في يدي. تفكرت اللي وقع البارح ولا هاد الصباح ما عرفتش. كنت مقرر انتحر، ولكن في آخر لحظة شي وحدة منعتني وزادت صرفقاتني.
شويتها للباب ودخلات عزيزة وابتسمت ليا ومشيت كتجري ما عرفتش فين. شوية رجعت وكانت معاها البنت اللي صرفقتني. هاد المرة وجهها مبتسم، قربت مني ودوزت ايدها على راسي وابتسمت وقالت السلام زهرة على سلامتك. بقيت كنشوف فيها ولكن جاوبتها حيت ارتحيت ليها، قلت ليها شكرا. وقالت العزيزة تمشي تجيب ليا ما ناكل. قالت ليها عزيزة واخا لالا، ودرت كنشوف عزيزة باستغراب، شكون هادي اللي كتعيطي ليها لالا؟ تكون عندها ديك 30 وكتشبه الأنس بزاف. وهي تقول انا فدوة، اكيد ما غتكونيش سمعتي عليا، هلا شكون غيعاود ليك عليا؟ المهم انا خت أنس الصغيرة، متشرفين لالا. وهي تقول لالا بالعكس الحمقى، انا لوستك راه نتقلق منك وتعاودي تعيطي ليا لالا. وقالت سمحي ليا بعدا على التصرفيقة، راه غير تقلقت منك فاش بغيتي تنطاحن. قلت ليها بالعكس انا اللي خاصني نشكرك على هذيك التصرفيقة اللي فيقاتني قبل ما نرتكب جريمة. وهي تقول شوفي غندوي معاك بصراحة، انتي هنا ماشي وحدة عادية، انتي هنا مرات خويا، فهمتي؟ شفت فيها بدهشة واستغراب، حيت على حد علمي غا انا وسوسن وانس اللي عارفين. وهي تقول ما تشوفيش فيا هكا، راني عارفة كل شي، عزيزة عودت ليا كل شي فاش بدات كتدق علي وما بغيتيش تحلي، والحمد لله وصلت في الوقت المناسب. حضرت عيني وبديت كنبكي. وهي تقول نعطيك واحد النصيحة، ما تحدريش عينيك، بالعكس طرطقيهم، خصوصا في هذيك سوسن، حيت قد ما انتي حاضرة عينيك غدا تزيد التمادة، فهمتي؟ بديت كنبكي وقلت ليها انتي ما فاهمة والو، انا جيت لهنا غير باش نولد لخوك ولد، وراه تخلصت على هادشي. حسيت بهاد صدمات من كلامي وسكتات مدة وعاد دوات. سوسن اللي جابتك ياك؟ قلت اه. وهي تقول كنت عارفها وباش هداتك باش تقبلي. بقيت ساكتة وكنشوف فيها، ما عرفت واش نتيق فيها ونعود ليها ولا نسكت، حيت سوسن غدت آتيني وتبعت إحساسي اللي كيقول لي نتيق فيها ونعود ليها. وعودت ليها كل شي من نهار خرجت من الدوار حتى البارح. كانت كتصنت حتى ساليت كلامي. وهي تقول كتبغي أناس؟ قلت ليها شنو؟ وهي تقول سولتك لحقاش فاش كنتي كدوي عليه في لقائكم في الدوار، حسيت بهذا الشي. سكت وحدت عيني. وهي تبتسم وقالت ما عندك ليش تحشمي، ما درتي والو وكان واعدك غدا نوقف معاك. ودخلت عزيزة هزة الماكلة في يديها، ساليت الماكلة وخرجت عزيزة ورجعت فدوى كملات كلامها. وهاد المرة شدت لي في يدي وتقابلت معايا وقالت واش كتعرفي يا زهرة، أناس راه كيبغي تيقيني، أنا وسوسن عارفين هاد الشي مزيان، كون تشوفيه البارح فاش سخفتي كان غي حماق وكيغوت يجيبو الطبيب، وفاش جا لهنا كان أكتر واحد فينا متوتر. قلت ليها كتضحكي عليا ياك ولا معايا، بغيت غير نعرف واش اللي كيبغي شي واحد كيأديه، أنا راني هنا ضحية، ولكن ماشي الضحية دخوك مراتو، أنا ضحية الظروف اللي كتكون قوى مني في كل مرة. قالت ما تظنيش باللي أنا أحسن منك، واش كتعرفي أشنا هي أسوأ حاجة وقعت لي في حياتي؟ هي سوسن ولات مرات خويا، سوسن زهرة دمرت لي حياتي، ماما اللي هادي سنين ما قدرت نعيط لها ماما حيت سخطات عليا بسبب صاحبتي اللي كنت كنظنها صاحبتي، شفت في فدوى اللي كانت كدوي بحرقة وعينيها كيلمعوا بالدموع. قالت ايها زهرة سوسن دمراتني واستغلاتني باش توصل لخويا، سوسن اكبر استغلالية، طماعة وكيهموها غير الفلوس. بدات براجلي وكملات بخويا. قلت راجلك؟ على انتي مزوجة؟ قالت اه حمزة راجلي. وانا نقول وشنو علاقة سوسن بالموضوع؟ سوسن قصتي معاها بدات العام اللي كان عندي الاخر في الجامعة، كانت ديما كتبين لي بانها بنت مزيانة
ومن بعد وراتني وجهها الحقيقي. أنا ديك الوقت كنت يلاه تعرفت على حمزة وهو محامي من كازا. باباه وماماه لباس عليهم، ولكن حمزة كون راسه بنفسه. سوسن بقات كتحوم عليا أنا وحمزة باش طيحوا في شباكها، ولكن فاش لقاتو كيبغيني بدات كترمي عليه راسها. أنا عرفت وشوهتها، وهنا بدات رحلة الانتقام ديالها وبدات كتلعب على خويا. وانا نقول وماماك شنو مشكلتك معاها؟ قالت ماما. توحشت نطق هاد الكلمة ماما. سوسن لعبات بيا وقنعتني أنا وحمزة باللي عائلاتنا ما غيقبلوش بالعلاقة ديالنا، خصوصا أن العائلات متنافسين مع بعضياتهم وخاصنا نحطوهم أمام الأمر الواقع ونتزوجوا في السر ومن بعد نقولوها لهم. وحنا رحبنا بالفكرة وكانت غتمشي مزيان كون ما سوسن دخلت ووصلتها لماما. ماما ما استحملاتش وغوتات عليا، قالت لي ملي ما عطيتهاش اعتبار وتزوجت بلا خبارها وانا بنتها الوحيده ما عندها ما تدير بيا، ونكراتني ومنعتني نعيط لها ماما. صراحه الماتني قصه فدوه، بقيت فيا وزدت حقدت على سوسن وهي تقول ما تبكيش يا زهره، خاصك تكوني ذكيه وتفطري بسوسن قبل ما تغدى بي. قلت ليها كيفاش؟ وهي تقول ما تخافيش انا غنكون معاك هنا وغدا نوجهك. جا وقت ردان الحساب لسوسن وغدا تدفع ثمن هادشي اللي كدير. داز نهاري كامل مع فدوى، وفي هذا النهار ما شفت لا انس ولا سوسن، واخا كنت مشتاقه نشوف انس ونحاول نشوف عينيه داكشي اللي قالت لي عليه فدوى. نعست وفي نص الليل حسيت بوجود ديال شي واحد معايا في غرفتي ولمسات خفاف على شعري ووجهي. ارتاحيت ليهم وعرفتهم دا أناس، ولكن ما بغيتش نحل عيني، خفت ليكون غا حلم. ورجعت نعست، فقت الغد ليه كيف ما العادة وبديت روتيناتي ولبست حوايجي وجلست في بلاصتي المعتادة البالكون. وتحل الباب ودخل أناس، جا وقف حدا البالكون وقبل ما يخاطبني قاطعته. قلت له جيتي تاخد داكشي اللي جبتيني على قبله؟ حسيت به تصدم في الاول ولكن جاوبني بخبت. قال باش تحاولي تنتحري كيف ما قبل وتلقاي لك مبرر. قلت له ولكن ما تنساش راه انت ومراتك بالصح السبب. جاوبني لا راكي غلطه، الطمع والفلوس هما السبب. دار باش يمشي ووقفته بكلامي. قلت بغيت غنعرف علاش جيتي عندي؟ قال جيت نشوف واش مازال صالحة تأدي المهمة اللي جيتي على قبلها. جاوبته بغصة، قلت له ايوا شنو لقيتي؟ قال مزيان مازال صالحة. ألماتني هضرته بزاف وتغرغروا عينيا. قلت له قول لي علاش كدير معايا هكا؟ قال لحقاش انتي هادشي اللي كتستاهليه. هبطوا الدموع من عيني وقلت له لا راك غلط، انا غدا نقول لك علاش. لحقاش انا بوحديتي او لا ما كذبتش ياك؟ اختاريتو زهره حقاش وحيده تديروا فيها اللي درتو، وحتى واحد ما غيقول لكم اشنو درتو، حتى واحد ما غيدافع عليا. كان بامكانك تجيب اي وحده تولد لك ولد، ولكن ما كاينش بحال وحده مكلخه ودمدومه كتحكمها العاطفة. مجرد تهديد بسيط اتخلى على حياتها كاملة، وهكا غتهناو من أي خطر ممكن شكلو عليكم في المستقبل. غسلت كلامي وخرج وزدح الباب، وأنا جلست في البالكون كنبكي. الصحراء هذه هي الحقيقة اللي كنهرم منها. مشى أنس وكيقول في خاطو صعيب عليا بزاف ندوي ولا نحكي ولا نبرر قصتي مع زهرة ولا قصة عشقي وهيامي ليها اللي بدا من النهار كنت غنضربها. أسروني عينيها من ديك النهار، كل شي فيها حمقني. فارقتها وانا ما ساخيش وكنتمنى نعاود نتلاقاها، وشاءت الأقدار أنني نشوفها عندي في الفيلا وهي كتغرق. ما بقاش عندي عقل وتلاحيت موراها وجبتها، وعرفت من بعد باللي ما مرتاحاش وخليتها على راحتها. أصلا أنا مزوج أشنو غنخليها تبني امال وفي الاخر تلاقى بهذا الواقع؟ ولكن شوفت سوسن قدامي كتخليني نرجع للواقع.
ونتفكر باللي أنا السبب في اللي يقع ليها. إيه، اليوم غنعترف لكم بأكبر سر في حياتي. أنا السبب في حرمان سوسن من الأطفال للأبد. سوسن عمري بغيتها ولا غنبغيها، ولكن كأي رجل عندي نزوات، وواحدة منهم كانت مع سوسن اللي انتج عليها حمل واضطريت نتزوجها. وفي لحظة سهو مني وانا سايق الطوموبيل وقعت لينا حادثة. أنا ما وقع لي والو، ولكن سوسن وقع لها إجهاض وكانت غدا تموت، واضطروا الأطباء يستأصلوا الرحم ديالها باش يعتقوها. وهذه هي الحقيقة اللي كتقتلني. كنت ظاهر كل نهار بالحب لسوسن باش نكفر ولو شوية من داكشي اللي درت في حقها، ولكن الحاجة اللي هي الأم ديالي كأي أم بغات تشوف ولاد ولدها الوحيد، وبدات كتضغط علينا، الشي اللي خلى سوسن تقلب على أم حاضنة، يعني تحمل بولدي وتعطيه لسوسن تربيه. صراحة ما كنتش كنظن باللي كاين شي وحدة في هاد الدنيا غتقبل دير هاد الخير وتخلى على ولدها باش تفرح وحدة أخرى. وباش نكون عادل، شرطت على سوسن نتزوج هاد البنت اللي غدا تقبل، وكانت المفاجأة أن البنت اللي قبلات تدير هاد المعروف هي زهرة. ما نوصفش لكم فرحتي وصدمتي في نفس الوقت فاش شفتها قدامي. حتى فاجأتني سوسن باللي عارفة باللي تلاقيتها قبل، وخفت تكون عاقت بيا، ولكن العكس، سوسن بنت قلبها بياض وطيب. المهم دازت الأيام وشوقي لزهرة زاد، احتاجت سكنات معانا وأنا غادي نبقى نشوفها ديما. وصل النهار اللي مقرر فيه سوسن تخوي باش تخليني ننفرد بزهرة، ولكن العكس وقع. زهرة كانت ما كتجي حتى كنطلبها، وكيبان باللي داكشي بزز منها. وباش نلطف الجو معاها قلت نديها لمكاني السري، واستغليت الموقف وتقربت منها. فاش ما عارضاتش ملكت الدنيا ونسيت راسي، حتى كنحل عيني وكنلقاها كتبكي. صدمت، يعني هي رافضة وغا كتمثل عليا، وما بغيتش هادشي. تعصبت بزاف وبردت فيها، واللي زاد كمل عليا الحقيقة اللي قالت لي عليها سوسن، باللي تخلصات على قبل الخدمة اللي غدا تدير، وحلفت انتقم منها ووليت كانت عامل معها على هاد الأساس. ولكن فاش قررت انتحر وانا كنشوف فدوى كتغوت عتقول روح وكتبكي وكتأنبني. اما اليوم فاش سولاتني سؤال وجاوبات جواب قتلني. بغيت نقول لها باللي انتي ماشي وحيدة، راني معاك، انا غادي نكون لك كل شي في هاد الدنيا، واي حاجة تحرمتي منها غتلقايها فيا. ولكن هضرت سوسن وهي كتقول لي باللي زهرة طماعة وتابعة غير الفلوس وخدات الملايين باش تقبل تعطينا الولد، كتمنعني. داكشي علاش خرجت وخليتها. ودازوا الايام وعرفت راسي راني حاملة. انا حاملة، ولكن انا وفدوى خبينا الموضوع. اصلا انا كنتمنى عمرهم يعرفوا باش ما يحرمونيش من ولدي اللي ولا عندي ارتباط وثيق به، وقد ما هو كيكبر كنزيد نتعلق به، ومستحيل نعطيه لسوسن ولا غيرها. والحاجة اللي مريحاني الوجود ديال فدوى، محسسني بالأمان والثقة من أن سوسن ولا غيرها ما غاديش يقدر ياخد ليا ولدي. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الرجوع ديال الحاجة قلب كل الموازين. فدوى اللي الحاجة ما كتبغيهاش تكون في نفس البلاصة اللي هي فيها، وسوسن وأناس والتبرير اللي خاصهم يقدموه للحاجة على الوجود ديالي في الفيلا. وأنا كيفاش غدا نتعامل معها؟ وإلا مشات فدوى وعرفوا بحملي أشنو غادي يوقع لي؟ الحاجة جات الصباح بلا ما تعلم، كانوا باينين عليها ملامح التعجب، وهي كتوزع النظرات بيني وبين فدوى. قرب أناس وسوسن لعندها وسلموا عليها، وشفت أنا في فدوى ولقيتها منهارة ما قدرتش تزيد شوية. وهي تقول خويا ها أنا في بيتي الفوق، هادي كتبقى دار بابا ومن حقي نجي ليها فوقاش ما بغيت. كملت كلامها وطلعت. وهي تقول الحاجة أناس أش واقع هنا؟ مالها أختك؟ ياك ما عندها شي مشكل؟ قال
الحاجة تهدني ما مالها والو، راه غاجات عطلة وصافي. قالت الحمد لله، خفت ليكون عندها شي مشكل. ودارت عندي وقالت السلامة بنتي، ما عرفتكش شكون انتي. نقزات سوسن وقالت هادي صاحبتي ماشي من المدينة، وعندها شي غرض هنا، داكشي علاش عرضتها للدار. ابتسمت الحاجة وقالت مرحبا بك يا بنتي، خذي راحتك، الدار دارك. شكرتها وطلع أناس مع سوسن وماما، وبكيت أنا لتحت. جلست على الكرسي وكان ناكل، وهكا وليت الماكلة والجلاس وشمان حوايج أناس. بقيت كنت أمل في ردة فعل الحاجة، الصراحة مرة طيبة ونية، داكشي علاش طاحت في فخ سوسن. وحتى من فدوى أنا شفت ردة فعلها عليها وهي كتسول عليها واش عندها شي مشكل. الخوف كان باين في عينيها، واخا تكون غضبانة كتبقى أم، والأم أكيد عمرها ما كتحقد. وحطيت إيدي على كرشي كنتلمسها، اللحظة اللي غنهز عيني غنلمح سوسن قدامي وكتشوف فيا بريبة وشك. الدم تخطف من وجهي بقوة الخلعة، ناري غادة تكون عاقت بيا. خطفت إيدي بالزربة وحاولت نبان عادية، حتى قالت أشوفي إلا خليتك على راحتك هذا المدة ما تعتبريش داكشي خوف مني. أرى ماما الحاجة رجعت، وأي حاجة بسيطة تديريها غتندمي عليها، تفهمنا؟ وهي تقول فدوى من ورانا حتى انتي معانا أو لا نسيتي. ودارت عند فدوى وقالت انتي أصلا إيش دخلك. قالت فدوى ما حد كي كتكلمي مع مرات خويا كيهمني الأمر. ومشيت سوسن معصبة وخلاتني مع فدوى. قلت ليها ويلي رد خلعت يحساب لي فرشاتني، ولكن راه ما عاقت بوالو. قالت فدوى خاصنا نردو البال، وانا نقول ليها شوفي راه ماماكي كتبغيك. قالت ضحكتيني. قلت ليها والله الا كان دوي بالصح هون تشوفيها كيفاش كانت كدوي مع اناس وتسولوا عليه. بقينا كنهضروا انا وفدوى، ومن بعد بديت طالعه في الدروج وكان اناس هابط، هو مشى من جهه وانا من جهه. ما تخيلوش قلبي تزادوا دقاته ورغبتي في قربه قدهاش، ولكن كبتها وطرت لبيتي. دخلت وسديت الباب ومشيت بالجرى لماريو كنقلب على القميجة ديالو واخر صورة ديال ايكود ولدي. ما لقيتش تصويرة، ولكن القميجة كاينة. شديتها وكنشم فيها حتى تحل الباب. لحت القميجة دغيا وخبيتها، وقفت نشوف شكون، وكانت سوسن. وبديت كنتصرف عادي وهي تقول بغيت نقول لك ممكن تهودي لتحت، راني جمعت العائلة وخاصك حتى انتي تكوني معانا. ومشات قبل ما تسمع جوابي. ما كنتش باغية نمشي، ولكن الفضول كان غيقتلني. سلمت أمري لله وهبطت. كان كل شي مجموع، شفت فدوى بعينية زعما شنو واقع، ودارت ليا ما نعرف. وقفنا كنتسنى وشنو غادا تقول سوسن. وهي تقول بما أن ماما رجعت ما بقى ما يتخبى، نفرحوها معانا. ماما أنس وأخيرا أنا حاملة. هذا الخبر نزل بحال الصاعقة عليا أنا وفدوى، ولكن الحاجة فرحات بزاف، وأنس بانت في عينيه الفرحة وهو كيشوف فيا. سوسن قربت مني وقالت ليا واخا تعيا وما تخبعوا، غادا نعرف نعرف، وفي الأخر الولد ولدي وأنا اللي غادا نربيه. ومشيت. حاولت نسحب قبل ما النهار قدامهم، وطلعت لبيتي وتبعتني فدوى. بديت كنبكي وقلت ليها غدي ليا ولدي يا فدوى غديه. عنقاتني وقالت شت، راه في كاع الأحوال كانوا غيعرفوا، فاش غادا تكبر كرشك، ما حدي معاك ما تخافيش. قدرت فدوى تهدني ومشيت، وأنا بقيت جالسة محطمة. ونط هزيت ساكي وخرجت، كان ضروري خاصني نرتاح بعيد على هاد الفيلا ونبعد راسي بزاف لشي بلاصة ما تتوقعش سوسن أنني نرجع ليها، وما كانش بحال واحد البلاصة مستحيل تصورها. ومشيت ليها وما عارفاش شنو كيتسناني فيها من مفاجآت وشحال ديال التغييرات غيوقعوا فيها. قررت نرجع للدوار للبلاصة اللي هربت منها.